أول يعني موعيت في المدرسة، فطلعت لقيت يعني بيتنا زي محمية حيوانات وتعابين وديابة وقطط بري وتعالب، فهي لقيتها مصدر رزقنا الوحيد. فكنت أكمل دراستي وأخلص أجي أتعلم مع أبويا إزاي الحيوان ده ياكل إيه ويشرب إيه، طب بيجي منين وبيصطاد إزاي. فابتدأت أتعلمه كوراثة يعني أبا عن جد. الأول كان اللي يجي يسأل مثلا على تعبان، عاوز تعبان، عاوز حاجة، فكنت أدخله من باب البيت يقعد معايا في البيت في المربوعة يعني، وأجيب له التعبان، ولو ما اشتراش بتبقى فيها نقطة من الحساسية. Hello.